عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا، غبت عليكم كتير طبعا عشان كانت ايام الحمل والولادة بتاعتي. الحمد لله طبعا انتوا بخير وبسلامة، الحمد لله ربنا كرمني ورزقني بفدية جبتها يوم الوقفة. طبعا كان ايام ربنا العليم بيا بيها كانت تعبانة جدا جدا جدا، سواء حمل سواء بعد الحمل بعد الولادة، يعني هي الحاجه الوحيده اللي كنت مرتاحه فيها لحظه الولاده، لان انا ولدت قيصري، لان انا كان عندي مشكله تانية مع الولاده، فكنت مضطره ان اولد قيصري الحمد لله يعني، وولد هو بنت كويسه الحمد لله وانا كويسه، بس هي عندها بروبليمه صغيره، مشكله صغيره، بس الحمد لله يعني ان شاء الله مع الوقت ما تكبر هتروح المشكله دي. وحشتوني جدا جدا، انا كنت عايزه اقعد اتكلم معاكم على انا شفته في الولاده، وكنت عايزه اقول لكم انا في كنت عايزه اقول لكم ان انا في ويف كافيتيريا ويف اهي. طبعا العيش طبعا الوقت اللي انا بتصور فيه دوت خلاص، يعني انا كده قدامي ربع ساعه مش احنا كنا قاعدين من بدري طبعا. قعدت فتره حملي كلها كنت مش كلها يعني اواخر شهرين كنت عند ماما، لان انا كنت المفروض كنت حاولت في الشهر الثامن، لان كانت البيبي خلاص كانت ممكن تنزل مني، فكان مطلوب مني راحه تامه ان انا افضل انام على ظهري، فضلت قاعده عند والدتي ولحد الولاده بتاعتي ولدت ورحت عند والدتي برضو تاني، قعدت بقى فتره طويله في البيت زهقانه، بلس بقى ان انا كنت في اول الحمل بتاعي كنت ممنوع انزل ولا اطلع، لان انا كان عندي مشكله كانت اللي هي ممكن تاثر على الجنين وهو في بطني لو انا عملت حركه او عملت اي مجهود، فكنت طبعا قاعده في بيتي ما بنزلش طبعا. فلما ولدت بقى برضو قعدت عند ماما شهرين، شهرين الا او لا لسه قعدت عند ماما شهر ونص، شهر ونص، لان انا من الوقفه لحد دلوقتي واقفه لعيد صغير لحد دلوقتي يبقى شهر ونص، يعني انا قعدت عند بيتي بقالي اسبوع. زهقت بقى، يعني القعده كانت مزهقاني وكنت مش طايقه نفسي اصلا، يعني انا كنت ممنوع انزل اطلع، كان مشواري الوحيد عند الدكتور، وامشي بالعربيه بطيء جدا 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 عشان ما اتهزش العربيه بيا جسمي، وكنت محتاجه ان انا اخرج، لو ما كنتش خرجت كان جرالي حاجه، كنت ممكن اموت من الزهق والله. هي البيبي طبعا واخده وقتي الحمد لله، يعني ما فيش زهق اوفر، بس برضه كنت محتاجه ان انا يعني عايزه اخرج اشوف الشارع، لان انا كمان كنت شغاله، فالفتره اللي انا فيها دي والحمل والولاده وكده كنت قاعده من شغلي اجازه، ما ينفعش انزل شغل خالص، وبس بقى فقلت بقى ان انا ان شاء الله بعد الولاده بقى هعوض وهنزل وهطلع. كلامي كله كان طالع غلط اصلا، ولا طلعت ونزلت ولا عملت اي حاجه طبعا. بنوتي طبعا قاعده بيها للنهار، المفروض الليل من نام فيه، انا كنت طول الليل سهرانه وطول النهار سهرانه، ما كنتش في وقت نوم اساسا. طبعا جوزي قاعد عمال يشتكي ليا لعيال اختي ان انا طول ما انا قاعده واخده منه الداتا بتاعت الانترنت بتاعته، انا زهقانه بقى هعمل ايه؟ البنت نايمه وانا قاعده جنبها خايفه تصحى، فبفضل قاعده على النت هعمل ايه يعني؟ عايزه اكلمكم عن الفتره اللي انا كنت اتولدت فيها دي، كانت فتره صعبه جدا عليا والله العظيم. يعني الحمد لله انا ولدت قيصري ما كانش فيه تعب ولا كان فيه اي حاجه، بعد الولاده انا كنت بموت بعيط عياط كده، يعني طبعا الولد القيصري انا مش بخوفكم من القيصري ولا حاجه، وبالعكس هو تعب يعني شهر الاسبوع ثلاث اسابيع كده فاهميني، وفي اللي بتقوم قبل كده، بس انا كنت عامله عمليه مع الولاده، ان انا كان عندي اورام شلتها الحمد لله، الحمد لله يعني من نعمة من عند ربنا. دكتوره كانت ممتازه اسمها دكتوره ايمان، دي بش الدكتوره دي فوق الممتازه، انا كنت متابعه مع دكتور كبير جدا جدا مشهور هشام صالح لو انتم تسمعوا عنه، بس جيت ساعه الولاده الدكتور بتاعي هيحول ولادتي للمساعد بتاعه، فانا كنت بصراحه خايفه يعني، فسالت بقى اهلي وكده، فقالوا لي دكتوره ايمان دي ممتازه، وفعلا والله ما حسيت باي حاجه وانا تحت ايديها، انا مش حسيت غير بصوت البيبي وهي بتقول لي الدكتوره مبروك بقيتي مامي بس، لكن انا قبل ساعه العمليه مش حاسه باي حاجه، اللي هو اصلا اول ما عطيلي البنج في ظهري انت اسمك دينا ايه، لسه بقول رجب، رحت ونمت ساعتها ما حسيتش بحاجه، لان اصلا مش من نوع اللي بشرب مكيفات قهوه وشاي، مش حابه الحاجات دي، فالبنج اثر فيا جامد يعني، بس بقى الحمد لله يعني.
بعد ما روحت مش قادره اقول لكم، انا مش عارفه اشيل الفيديو اصلا. حفله كامله مش عارفه اكح، مش عارفه اعطس، مش عارفه اضحك، مش عارفه اعمل اي حاجه فيها حزن، في اي حاجه يعني اتحرك من جوه كده مش عارفه اطلعها خالص، مش عارفه اطلع اي حاجه. كنت قاعده اضحك والله مش عارفه اضحك والله، واجي اكح كنت اعمل كده، اللي انا خايفه اضحك اصلا من كتر الوجع اللي انا كنت فيه. مش قادره اقول لكم الوجع، كل ما افتكر باخد نفس عميق كمان. بس الحمد لله الحمد لله عدى الايام دي بجد، كانت صعبه جدا عليا والله. كنت بعيط وقت، لا ده انا حصل بقى معايا حته موقف، عدى يومين. انا عايزه اقول لكم ان اختي قاعد دلوقتي يعني الرياكشن اللي على وشه مش قادره اقول لكم. عدى عليا حته يوم نايمه في امان الله وفوقيه فوق السرير برواز، فوق بيني برواز بقى تقيل تقول السنين يعني، وبنتي نايمه جنبي وانا نايمه. البرواز بقاله سنين سنين والله العظيم، سميت على الحيطه وبوم راح وقع عليا وانا نايمه فجر كده او الصبح طالع. الحمد لله ان انا كان جسمي مرتفع عن بنتي، فانا اللي اخدت البرواز كله عليا وقع على العمليه اللي هو سويت بقى. انا طول الليل بصوت وبعيط من كتر الوجع يعني، اللي هو اخدت 3 4 مسكنات في نفس الوقت عشان افوق من الوجع اللي انا كنت فيه. كان في حاجات غير طبيعيه بتحصل معايا يا جماعه. ده يوم العقيقه 3 سكاكين اتكسروا على خروف 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 والله. الحمد لله يعني الحمد لله الحمد لله، حاجات كتيره حصلت بقى. ده غير السريحه عندي اتقسم نصين، ده غير الحنفيه بتاعتي بقت تطير ميه شلال، حاجات غريبه بتحصل. الحمد لله بقى طبعا على كل المصايب اللي انا شفتها دي، فالحمد لله اهم حاجه في ده حاجه. ايام بقى، بص بقى بتكلم على حاجه مهمه جدا جدا بجد، موضوع الرضاعه يا جماعه بجد والله العظيم اقسم بالله حاجه مفيده جدا جدا للبيبي. اي ام يعني حامل وداخله على ولاده او ولد خلاص اول ايام الولاده وكده، حاولي بقدر الامكان ان انت ترضعيها رضاعه طبيعيه. الكافيه هتقفل يا امي، بلغونا الكافيه هتقفل خلاص قبليها ب 10 دقايق، هما بياكلوا 10 جاست. المهم يعني فالرضاعه الطبيعيه دي مفيده جدا 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 يعني، في انتي بيوتيك اصلا لاي حاجه تيجي للبيبي، دور برد اي حاجه اي حاجه اي حاجه انتي بيوتيك في الرضاعه دوليها. الطبيعي اصلا ان بشره الام لما بتلامس بشره البيبي بيبقى اي ميكروب او اي فيروس بيبقى عند البيبي، مخ الام بيفرز انتيبيوتيك في لبن الرضاعه بيوصل للطفل حاجه كده لوحدها من عند ربنا يعني. فعشان كده بقول لك حاولي تلمسي بشره البيبي، بوسي البيبي، ده مش غلط الام بس، ده مش غلط نهائي، لكن حد غريب لا 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 يعني. طبعا في ظل الكورونا اللي احنا فيها دي ملاش بوس ولا الام حتى يعني ولا الاب يعني. انا بنتي شبه ان انا عامله ليها عزل لوحدها ممنوع الاقتراب واللمس يعني. عملت لها عقيقه وعملت لها اسبوع في الكورونا اللي احنا فيها، بس اهلي القريبين قوي قوي قوي، الناس الغريبه يعني مش الغريبه اصحاب البعيد قوي، الناس اللي هم مش مش هحرج نفسي معاهم او ممكن ما يحضروش ما كلمتهمش منع عن الاحراج يعني. وعملت العقيقه وعملت اسبوع فرحت الحمد لله بيها، عملت مرتين عقيقه وعملت اسبوع بتاعي عند ماما الحمد لله، وعملت عقيقه عند حماتي وعملت عقيقه في شقتي الحمد لله يعني كله تراضى، وكان 3 ايام حلوين جدا جدا. طبعا انا بقى اللي انا منظر انا فيه ده عشان انا لسه ولد يا جماعه اعذروني والله. انا طبعا قاعده من شغلي الفتره دي، اجازه شبه مفتوحه الحمد لله يعني، نعمل عند ربنا ان انا قاعده الفتره دي عشان خاطر بنتي، وان هو في موافقه على كده. طبعا هما بيتحاسبوا عاملين يتعرفوا على الحساب مين اللي هيدفع ومش مين اللي هيدفع. على فكره اي فلوس انا ممكن اخدها على سيليا، اوكي اي فلوس على سيليا. الحمد لله يعني افوق بس كده، وانا يا دوبك يعتبر شهرين الا اسبوع يعني، واحده واحده كده ان شاء الله هرجع زي ايام زمان، بدل دينا المكعبره او دينا الخيمه. بس بقى الحمد لله يعني عدت الايام دي على خير الحمد لله. ايه تاني؟ طبعا بقى اللي بيقول لك اشربي سمنه فلاحي والكلام ده، انا كنت بعاني مع ماما بعاني اقسم بالله، انا كانت تعملي سمنه فلاحي قد
اللي هو انت شربتيها؟ اقول لهم اه انا شربتها، انا اصلا ما شربتش حاجه، اللي هو كوبي كنت بتاعها في المكان اللي كانت بتعمل فيه خلاص كده. بجد بجد كانت ايام منتهى التعب، منتهى التعب، اقسم بالله انا عمري ما تعبت كده. 10 بالظبط يعني، عارفين على قد على قد التعب ده متعه، يعني المتعه اللي انا اخد بنتي في حضني دي ما عشتش المتعه دي في اي حاجه قبل كده، رغم ان انا سافرت ورحت وجيت، ويعتبر انا يعني كل حاجه حلوه في الحياه اللي ممكن بنت في سني قبل الجواز تعملها انا عملتها، خروجات وفسح، وما كنتش يعني ما كنتش حابه نفسي من حياتي بصراحه، اصيف وكلام ده كل ده عشته، بس متعه ان انا اخد بنتي في حضني دي ما عمري ما جربت المتعه دي في مكان تاني بصراحه، متعه احساس تاني ولا عمري حسيته غير مع بنتي. الحمد لله ربنا يخليها لي يا رب، يرزق كل الناس في عيل يا رب، يرزق بيبي اثنين عشان يطلعوا عينه لان انا اصلا طلعت عيني بصليه واحده. نصيحه مني بقى، حاولوا اللي داخل في حياته ايه ده، وربنا كرمه حامل وحامل وداخل على حياه خلاص قرب يجيب بيبي. يا جماعه اقسم بالله اللي كانوا بينصحوكوا يقولوا شيلوا الفلوس وداخلين على مصاريف جامده، دي حقيقي فعلا، احنا شبه اتوحلنا من الفلوس اللي تتحط، يعني بامبرز ده اول حاجه، دكتور اي حاجه، بنتي عندها اي حاجه بجري على الدكتور لازم الحق فيها ايه، كشف قال 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 كشف اللي هو قال حاجه اللي هو 150 جنيه دي، انت كده كنا فاتحه الكشف اصلا باللي انا بسمعه الدكاتره الثانيه، يعني تقدري العلاج بقى اللي هو بيتكرر اللي هو كتب لها وما تطلع من المستشفى اصلا، تمام، اللي هو حاجات الاساسيه اللي قطعه العين، الخصوص بتاع الانف، الكريمات بتاع الالتهاب الحفاظ، الشامبو بتاعها، حاجات كتيره كده اساسيه اصلا ما ينفعش انت يعني هتخلصيها، يعني خلاص لازم هتجيبيها تاني، فمصاريف كبيره جدا، يعني كبيره جدا جدا، ده عايزه مصاريف واحده. اللي داخل الحياه دي لازم يطلع من المرتب بتاعه جزء ده بتاع البيبي لما يجي، ده غير مصروف الاكل والشرب ومصروف البيت اللي هي العاديه، وطبعا هي بتيجي برزقها، دي حاجه حقيقيه والله العظيم فعلا، انا يعني كنت بقول ايه بتيجي برزقها دي، لا فعلا كل بيبي بيجي برزقه، البنت والكحول اللي انتوا بتروشوا يا جماعه، بس انا بتهتم بيه اكتر من جوزي، جوزي بقى يجي يقول لي انا فين، يعني كل حاجه البنت، طب انا فين؟ غصب عني دي حاجه لا اراديه اصلا. والولد ربنا رب تزيد كل نفس فيه يا رب، بحاجه يدي لكل واحد محروم من بيبي يديله يا رب. بس ايه تاني عايزه اكلمكم فيه؟ نيجي بقى عايزه اكلمكم على حوار الكافيتيريا، بيعقموا الايد بقى وما بيدخلوا، وبيعملوا بالجهاز ده بتاع الحراره، يدوا درجه الحراره اللي داخل، واللي درجه حراره اعلى طبعا ما بيدخلوش، واللي درجه حلالهم متوسطه اللي هي 35.5 6، ده بيدخل على طول مفيش مشكله. طبعا بيعوضوا بقى، بيعوضوا الفلوس بتاعه الجهاز ده والحاجات دي، وطبعا ما بين كل ترابيزه وترابيزه في فرق، كنا الاول بنقعد الترابيزات ملزقه في بعض، دلوقتي يعني انتوا بصوا لو تاخدوا بالكم شايفين في فرق ما بين قعدات الناس، يعني عشان خاطر الاختلاط والناس تبقى مقربه، كانوا بيقولوا اللي كان في ماسكات دي بيلبسوها قليل جدا، اللي شايفه اللي لابس ماسكات قليل جدا جدا، يعني 1% لابسين ماسك، يعني ايه تاني؟ بيعوضوا بقى الفلوس بتاعها، بيعوضوا الفلوس دي بقى في الفاتوره في الاخر بعد المتابعة، المشروب اللي كان 30 ده ودلوقتي عامل 50، تعويض بقى يعني، فاهميني؟ بلس ان هم بيدوا الساعه 10 جرس، انا دلوقتي ايه فاضل 4 دقايق، وهتلاقوا وانا بكلمكم كده الاضافه تقفل واحده واحده، يعني عشان خاطر الناس تمشي، احنا مش عايزين نمشي بصراحه، احنا كنا بنيجي هنا بنمشي اقسم بالله، كنا ساعات الصبح بنمشي، لان انا اصلا حماتي ساكنه في الشارع على كوش الكافيه، فانا كنت يعني انا وزوجي بننزل نقعد ونطلع على الصبح من بيت بقى عندها ونقعد، يعني فهي بالنسبه لي دي اللي هو مخلوق انزل اقعد في الكافيتيريا دوت اللي هو جنب البيت، يعني فاهميني؟ وطبعا بجمع بقى اخواتي وماما وكلنا وبنيجي نقعد بقى مع بعض هنا، هو يعني بس الكافيهات كلها علت اسعارها، وانتوا خليكم عارفين حاجه زي كده، يعني اللي بيبقى نازل يبقى عامل حسابه في حاجه زي كده. لبسي كله نعم يا محمد، الله حسام جاب لك، بصوا يا جماعه الجو عامل ازاي، بص محمد
خلصت المايه كلها طبعا اهم اللي معايا ده محمد ابن اخو جوزي وفينا دلوقتي محمد وده علي اللي عايزين ظهره ده يبقى ابن اختي ودي فوكي اللي قاعده في النص دي بنت اختي طبعا انت شايفه اقول اللي دي بنت يا جماعه وده جوزي هو اللي قاعد اهو مش دي بصور راح اطبق ايده ودي اختي الكبيره بتقول لي يا بنت صوريني بصوا يا جماعه الجو عامل ازاي طبعا اهو اللي قاعدين معايا ده محمد ابن اخو جوزي وفينا دلوقتي محمد وده علي اللي عايزين ظهره ده يبقى ابن اختي ودي فوكي اللي قاعده في النص دي بنت اختي طبعا انت شايفه اقول اللي دي بنت يا جماعه وده جوزي هو اللي قاعد اهو مش دي بصور راح اطبق ايده ودي اختي الكبيره تقول لي يا بنت صوريني طبعا الفسحه دي ناقصها ماما وبابا احنا اصلا واخويا ما اعرفش نروح في حته غير بيهم بس اخويا تعبان عنده ايه معوي مغص معوي ولا عنده ايه نزله معويه اه فماما طبعا قاعده بيها هي وبابا فانا مفتقده اساسا هو اخويا شغال في بنك الصبح وبالليل فوتوغرافر هنا هو في الكافيتيريا دي فطبعا بيظبطنا صور طبعا فانا مفتقده بجد ربنا يا رب يشفيه يا رب ويخليهولنا وان شاء الله المره الجايه هنيجي كده ونبقى قاعدين كلنا مع بعض ناقصني شخصيه مهمه جدا 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 ان شاء الله هوعدكم ان انا هعمل لكم فيديو بالشخصيه دي الراجل ده يعني احنا كلنا بنعشقه اصلا يعني مش هينفع اتكلم اقول اسمه ايه بس ان شاء الله باذن الله يعني لما ينزل هعمل فيديو بيه هطلعه لكم ان شاء الله بس يا رب ينزل اسكندريه يا رب يا رب بس يا ريت بقى كده تحاولوا كده في يوم كده تضربوا كده وترفهوا على نفسكم كفايه انا حابسه بجد والله يا جماعه الواحد خلاص زهق بجد اقسم بالله يعني فعلا بجد احنا قعدتنا في البيت دي كانت عامله لنا كابه ونفسيه زي الزفت اللي هو الواحد بقى يعني كورونا وخايف وكمان الكابه يعني احاسيس كتير كانت كلها وحشه كلها وحشه انا نازله قاعده النهارده من كتر الاحباط اللي انا كنت فيه من كتر المشكلات اللي انا كنت شايفاها والحاجات السلبيه اللي بتيجي في حياتي كده مره واحده لا قررت ان انا مش هسيب نفسي اكتر من كده يعني انا كان بيجي عليا ايام والله محالتي النفسيه ان ماما كانت تقولي ما ترضعيش بنتك لان انت عياطك والحاجات دي هتنزل يعني حاجه مش كويسه ليها في اللبن الرضاعه فابعدي ما ترضعهوش والله انا كنت بيجي يعدي عليا اي بقعد اعيط اكتئاب ما بعد الولاده الحمد لله بعد عدى وفات الحمد لله وان شاء الله باذن ربنا يسهل اللي جاي بعد كده يا رب اللهم امين يا رب عايز اقول لكم محبيني جدا جدا ان شاء الله الفيديو الجاي كده انزل لكم حاجه مفيده تنفعكم وتنفع احنا قبل ما نمشي غيرت مكاني قعدنا نور شويه طبعا بصي محروق جدا جدا طبعا هو اصلا يوتيوبر اصلا محروق ليه علي وانت يوتيوبر زي غيرنا كده ما كده كده الدنيا بتفضى يعني الناس تمشي واحده واحده فاحنا خلاص يعني كافي قرب يفضى علينا رجعت يوم من ايام زمان وخرجت اخيرا اخيرا والله كنت مفتقده قوي ان انا انزل مفتقده الشعور ده يعني يا جماعه مش قادره اقول لكم حد يبقى معاه بيبي حاجه ولما تبقي لوحدك دي حاجه تانية خالص يعني بجد بس طبعا الحمد لله الدنيا بتظلم واحده واحده شايفين الاضاءه بتقل 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 يلا عامة انا هقول لكم يلا السلام عليكم ده جوزي اللي بينورني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنتقابل في فيديو تاني باذن الله ان شاء الله يلا مع السلامة كنت عايزة اقول لكم ان انا في ويف كافيتيريا ويف اهي طبعا العيش طبعا الوقت اللي انا بتصور فيه ده خلاص يعني انا كده قدامي ربع ساعة مش احنا كنا قاعدين من بدري طبعا قعدت فترة حملي كلها كنت مش كلها يعني اواخر شهرين كنت عند ماما لان انا كنت المفروض كنت حاولت في الشهر الثامن لان كانت البيبي خلاص كانت ممكن ترمني فكان مطلوب مني راحه تامه ان انا افضل نايمه على ظهري فضلت قاعده عند والدتي ولحد الولاده بتاعتي ولدت ورحت عند والدتي برضو تاني
قعدت فتره طويله في البيت زهقانه، بلس بقى ان انا كنت في اول الحمل بتاعي كنت ممنوع انزل ولا اطلع، لان انا كان عندي مشكله كانت اللي هي ممكن تاثر على الجنين وهو في بطني لو انا عملت حركه او عملت اي مجهود. فكنت طبعا قاعده في بيتي ما بنزلش طبعا. فلما ولدت بقى برضو قعدت عند ماما شهرين الا او لا لسه قعدت عند ماما شهر ونص، لان انا من الوقفه لحد دلوقتي واقفه العيد الصغير لحد دلوقتي يبقى شهر ونص، يعني انا قعدت عند بيتي بقالي اسبوع. زهقت بقى، يعني القعده كانت مزهقاني وكنت مش طايقه نفسي اصلا، يعني انا كنت ممنوع انزل ولا اطلع، كان مشواري الوحيد عند الدكتور وامشي بالعربيه بطيء جدا 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 عشان ما اتخذش العربيه بيا جسمي، وكنت محتاجه ان انا اخرج. لو ما كنتش خرجت كان جرالي حاجه، كنت ممكن اموت من الزهق والله. هي دي طبعا واخده وقتي الحمد لله، يعني ما فيش زهق اوفر، بس برضه كنت محتاجه ان انا يعني عايزه اخرج اشوف الشارع، لان انا كمان كنت شغاله فالفتره اللي انا فيها دي والحمل والولاده وكده كنت قاعده من شغلي اجازه ما ينفعش انزل شغل خالص، وبس بقى فقلت بقى ان انا ان شاء الله بعد الولاده بقى هعوض وهنزل وهطلع. كلامي كله كان طالع غلط اصلا، ولا طلعت المنزل ولا عملت اي حاجه طبعا. بنوتي طبعا قاعده بيها للنهار، المفروض الليل بننام فيه، لان انا كنت طول الليل سهرانه وطول النهار سهرانه، مكنتش في وقت نوم اساسا. طبعا جوزي قاعد عمال يشتكي ليا لعيال اختي ان انا طول ما انا قاعده واخده منه الداتا بتاعت الانترنت بتاعته، ان انا زهقانه بقى هعمل ايه؟ البنت نايمه وانا قاعده جنبها خايفه تصحى، فبفضل قاعده على النت هعمل ايه يعني؟ عايزه اكلمكم عن الفتره اللي انا كنت اتولدت فيها دي، كانت فتره صعبه جدا عليا والله العظيم. يعني الحمد لله انا ولدت قيصري، ما كانش في تعب ولا كان في اي حاجه. بعد الولاده انا كنت بموت بعيط عياط كده، يعني طبعا الولد قيصري انا مش بخوفكم من القيصري ولا حاجه، وبالعكس هو تعب يعني شهر الاسبوع ثلاث اسابيع كده فاهميني، وفي اللي بتقوم قبل كده، بس انا كنت عامله عمليه مع الولاده، ان انا كان عندي اورام شلتها الحمد لله يعني من عند نعمه من عند ربنا. دكتوره كانت ممتازه اسمها دكتوره ايمان سي جي بيش، الدكتوره دي فوق الممتازه، انا كنت متابعه مع دكتور كبير جدا جدا مشهور هشام صالح لو انتم تسمعوا عنه. بس جيت ساعه الولاده الدكتور بتاعي هيحول ولادتي للمساعد بتاعه، فانا كنت بصراحه خايفه يعني، فسالت بقى اهلي وكده فقالوا لي دكتوره ايمان دي ممتازه، وفعلا والله ما حسيت باي حاجه وانا تحت ايديها، انا مش حسيت غير بصوت البيبي وهي بتقول لي الدكتوره مبروك بقيتي مامي بس، لكن انا قبل ساعه العمليه مش حاسه باي حاجه، اللي هو اصلا اول ما عطيلي البنج في ظهري انت اسمك دينا ايه، لسه بقول رجب، رحت ونمت ساعتها ما حسيتش بحاجه، لان اصلا مش من النوع اللي بشرب مكيفات قهوه وشاي، مش حابه الحاجات دي، فالبنج اثر فيا جامد يعني. بس بقى الحمد لله يعني بعد ما روحت مش قادره اقول لكم، انا مش عارفه اشيل البيبي اصلا، مش عارفه اكح، مش عارفه اعطس، مش عارفه اضحك، مش عارفه اعمل اي حاجه فيها حد، في اي حاجه يعني تتحرك من جوه كده مش عارفه اطلعها خالص، مش عارفه اطلع اي حاجه، كنت اجي اضحك والله مش عارفه اضحك والله، واجي اكح كنت اعمل كده، اللي انا خايفه اضحك اصلا من كتر الوجع اللي انا كنت فيه. مش قادره اقول لكم الوجع، كل ما كنت افتكر باخد نفس عميق كمان. الحمد لله عدت الايام دي بجد، كانت صعبه جدا عليا والله. كنت بعيط وقت، لا ده انا حصل بقى معايا حته موقف، عدى يومين انا عايزه اقول لكم ان اختي قاعد دلوقتي يعني الرياكشن اللي على وشه مش قادره اقول لكم، عدى عليا حته يوم نايمه في امان الله وفوقيه فوق السرير برواز، فوق بني برواز بقى تقيل تقول السنين يعني، وبنتي نايمه جنبي وانا نايمه، البرواز بقاله سنين والله العظيم سميت على الحيطه، وبوم راح وقع عليا وانا نايمه فجر كده او الصبح طالع. الحمد لله ان انا كان جسمي مرتفع عن بنتي، فانا اللي اخدت البرواز كله عليا وقع على العمليه اللي هو سويت بقى، انا طول الليل بصوت وبعيط من كتر الوجع يعني، اللي هو اخدت 3 4 مسكنات في نفس الوقت عشان افوق من الوجع اللي انا كنت فيه. كان في حاجات غير طبيعيه بتحصل معايا يا جماعه، ده يوم العقيقه 3 سكاكين اتكسروا على خروف والله،
الحمد لله يعني الحمد لله حاجات كتيرة حصلت بقى. ده غير السرحة عندي اتقسم نصين، ده غير الحنفية بتاعتي بقت تطير مية سلالي، حاجات غريبة بتحصل. الحمد لله وطبعا على كل المصايب اللي انا شفتها دي، فالحمد لله اهم حاجه في ده حاجه يعني. بقى بص بتكلم على حاجه مهمه جدا بجد، موضوع الرضاعه يا جماعه بجد والله العظيم اقسم بالله حاجه مفيده جدا للبيبي. اي ام يعني حامل وداخله على ولاده او ولد خلاص اول ايام الولاده وكده، حاولي بقدر الامكان ان انت ترضعيها رضاعه طبيعيه. الكافيه هتقفل، امي بلغونا الكافيه هتقفل خلاص قبليها ب10 دقايق، ما بياكلوا 10 جرس المهم يعني. فالرضاعه الطبيعيه دي مفيده جدا يعني، في انتي بيوتيك اصلا لاي حاجه تيجي للبيبي، دور برد اي حاجه انتي بيوتيك في الرضاعه دوليها. الطبيعي اصلا ان بشره الام لما بتلامس بشره البيبي بيبقى اي ميكروب او اي فيروس يبقى عند البيبي، مخ الام بيفرز انتيبيوتيك في لبن الرضاعه بيوصل للطفل حاجه كده لوحدها من عند ربنا يعني. فعشان كده بقولك حاولي تلمسي بشره البيبي، بوسي البيبي، ده مش غلط الام بس، ده مش غلط نهائي، لكن حد غريب لا يعني. طبعا في ظل الكورونا اللي احنا فيها دي ملاش بوس ولا الام حتى يعني ولا الاب يعني. انا بنتي شبه ان انا عامله ليها عزل لوحدها، ممنوع الاقتراب واللمس يعني. عملت لها عقيقه وعملت لها اسبوع في الكورونا اللي احنا فيها، بس اهلي القريبين قوي الناس الغريبة يعني، مش الغريبه اصحابي البعيد قوي، الناس اللي هم مش هحرك نفسي معاهم، او ممكن ما يحضروش ما كلمتهمش منع عن الاحراج يعني. وعملت العقيقه وعملت اسبوع فرحت الحمد لله بيها، عملت مرتين عقيقه وعملت اسبوع بتاعي عند ماما الحمد لله، وعملت عقيقه عند حماتي وعملت عقيقه في شقتي الحمد لله يعني كله صداقه، وكان 3 ايام حلوين جدا. طبعا انا بقى اللي انا منظر انا فيه ده عشان انا لسه والده يا جماعه اعذروني والله. انا طبعا قاعده من شغلي الفتره دي، اجازه شبه مفتوحه الحمد لله يعني، نعمة عند ربنا ان انا قاعده الفتره دي عشان خاطر بنتي، وان هو في موافقه على كده. طبعا هما بيتحاسبوا عمالين يتعرفوا على الحساب مين اللي هيدفع ومش مين اللي هيدفع. على فكره اي فلوس انا ممكن اخدها على سيليا، اوكي اي فلوس على سيليا الحمد لله يعني. ابوه بس كده وانا يدوبك يعتبر شهرين الا اسبوع يعني، واحده كده ان شاء الله هرجع زي ايام زمان، بدل دينا المكعبره او دينا الخيمه. بس بقى الحمد لله يعني عدت الايام دي على خير الحمد لله. ايه تاني كمان بقى اللي بيقول لك اشربي سمنه فلافي الكلام ده، انا كنت بعيني مع ماما بعيني اقسم بالله، انا كانت تعملي السمنه فلافي قد اللي هو انت شربتيها؟ اقول لهم انا شربتها، انا اصلا ما شربتش حاجه، اللي هو كوبي في الدراع في المكان اللي كانت بتعمل فيه خلاص كده. بجد كانت ايام منتهى التعب اقسم بالله، انا عمري ما تعبت كده 10 بالظبط يعني. عارفين على قد التعب ده متعب يعني، المتعه اللي انا اخد بنتي في حضني دي ما عشتش المتعه دي في اي حاجه قبل كده، رغم ان انا سافرت ورحت وجيت، ويعتبر انا يعني كل حاجه حلوه في الحياه اللي ممكن بنت في سني قبل الجواز تعملها انا عملتها، خروجات وفسح، وما كنتش يعني ما كنتش حابه نفسي من حاجه بصراحه. اصيف وكلام ده كل ده عشته، بس متعه ان انا اخد بنتي في حضني دي ما عمري ما جربت المتعه دي في مكان تاني بصراحه، متعه احساس تاني ولا عمري حسيته غير مع بنتي الحمد لله. ربنا يخليها لي يا رب، يرزق كل الناس في عيل يا رب، يرزقوا بيبي اثنين عشان يطلعوا عينه لان انا اصلا طلعت عيني بسيليا واحده. نصيحه مني بقى، حاولوا اللي داخل في حياته ايه ده، وربنا كرمه حامل وحامل وداخل على حياه خلاص قرب يجيب بيبي يا جماعه، اقسم بالله اللي كانوا بينصحوكوا يقولوا شيلوا الفلوس وداخلين على مصاريف جامده دي حقيقي فعلا، احنا شبه اتوحلنا من الفلوس اللي تطلع يعني. بامبرز ده اول حاجه، دكتور اي حاجه بنتي عندها اي حاجه بجري على الدكتور، لازم الحق اكون فيها ايه كشف، قال لي كشف اللي هو اقل حاجه اللي هو 150 جنيه، انت كده كنا كنبعت الكشف اصلا باللي انا بسمعه الدكاتره الثانيه يعني.
ادري العلاج بقى اللي هو بيتكرر اللي هو كتب لها وحطيتها على المستشفى اصلا. تمام اللي هو حاجات الاساسيه اللي قطه العين الفحص بتاع الانف الكريمات بتاع الالتهاب الحفاض الشامبو بتاعها حاجات كتيره كده اساسيه اصلا ما ينفعش انت يعني هتخلصيها يعني خلاص لازم هتجيبيها تاني. كان مصر ليه كبيره جدا يعني كبيره جدا جدا ده عايزه مصر واحده. اللي داخل الحياه دي لازم يطلع من المرتب بتاعه جزء ده بتاع البيبي لما يجي ده غير مصروف الاكل والشرب ومصروف البيت اللي هي العاديه. وطبعا هي بتيجي برزقها دي حاجه حقيقيه والله العظيم فعلا. انا كنت بقول ايه بتيجي برزقها دي؟ لا فعلا كل بيبي بيجي برزقه. البنت والكحول اللي انتوا بترشوه يا جماعه بس انا بتهتم بيه اكتر من جوزي. جوزي بعيني بيقول لي انا فين يعني كل حاجه البنت. طب انا فين غصب عني في حاجه لا اراديه اصلا. والولد ربنا رب يديه كل نفسه فيه يا رب بحاجاته يدي لكل واحد محروم من بيبي يديله يا رب. بس ايه تاني عايزه اكلمكم فيه؟ نيجي بقى عايزه اكلمكم على حوار الكافيتيريا. بيعقموا الايد بقى وما بيدخلوا وبيعملوا بالجهاز ده بتاع الحراره يدخل درجه الحراره اللي داخل واللي درجه حراره اعلى طبعا ما بيتخلوش واللي درجه حلالهم متوسطه اللي هي 35.5 ده بيدخل على طول مفيش مشكله. طبعا بيعوضوا بقى بيعوضوا الفلوس بتاعه الجهاز ده والحاجات دي. وطبعا ما بين كل ترابيزه وترابيزه في فرق. كنا الاول بنقعد الترابيزات ملزقه في بعض دلوقتي يعني انتوا بصوا لو تاخدوا بالكم شايفين في فرق ما بين قعدات الناس يعني عشان خاطر الاختلاط والناس تبقى مقربه. كانوا بيقولوا اللي كان في ماسكات دي بيلبسوها قليل جدا اللي شايفه اللي لابس ماسكات قليل جدا جدا يعني 1% لابسين ماسك يعني. ايه تاني؟ بيعوضوا بقى الفلوس بتاعها بيعوضوا الفلوس دي بقى في الفاتوره في الاخر بعد ما تتابع. المشروع اللي كان 30 ده ودلوقتي عامل 50 تعويض بقى يعني فاهميني؟ بلس ان هم بيدرسوا 10 جرس انا دلوقتي فاضل 4 دقايق وهتلاقوا وانا بكلمكم كده الاضاءه تقفل واحده واحده يعني عشان خاطر الناس تمشي. احنا مش عايزين نمشي بصراحه. احنا كنا بنيجي هنا بنمشي اقسم بالله كنا ساعات الصبح بنمشي لان انا اصلا حماتي ساكنه في الشارع على وش الكافيه فانا كنت يعني انا وزوجي بننزل نقعد ونطلع نبقى على الصبح البيت بقى عندها ونقعد يعني. فهي بالنسبه لي دي اللي هو مخنوقه انزل اقعد في الكافيتيريا دوت اللي هو جنب البيت يعني فاهميني. وطبعا بجمع بقى اخواتي وماما وكلنا وبنيجي نقعد بقى مع بعض هنا هو يعني. بس الكافيهات كلها علت اسعارها وانتوا خليكم عارفين حاجه زي كده يعني اللي بيبقى نازل يبقى عامل حسابه في حاجه زي كده. لبسي كله نعم يا محمد الله حسام جاب بالك. بصوا جاب بصوا يا جماعه الجو عامل ازاي جديد وايه كده. طبعا اهم اللي قاعدين معايا ده محمد ابن اخو جوزي وفينا دلوقتي وده علي اللي قاعدين ظهره ده يبقى ابن اختي ودي فوكي اللي قاعده في النص دي بنت اختي. طبعا انت شايفه اقول اللي دي بنت يا جماعه وده جوزي اقول اللي قاعد اهو مش بصور راح اطبق ايده ودي اختي الكبيره بتقول لي يا بنت صوريني اهي. بصوا يا جماعه الجو عامل ازاي طبعا اهم اللي قاعدين معايا ده محمد ابن اخو جوزي وفينا دلوقتي محمد وده علي اللي قاعدين ظهره ده يبقى ابن اختي ودي فوكي اللي قاعده في النص دي بنت اختي. طبعا انت شايفه اقول اللي دي بنت يا جماعه وده جوزي اقول اللي قاعد اهو مش بصور راح اطبق ايده ودي اختي الكبيره بتقول لي يا بنت صوريني طبعا الفسحه دي ناقصها ماما وبابا اللي احنا اصلا واخويا ما اعرفش نروح في حته غير بيهم. بس اخويا تعبان عنده ايه معوي مغص معوي ولا عنده ايه
نزله معويه فماما طبعا قاعده بيها هي وبابا، فانا مفتقده اساسا. هو اخويا شغال في بنك الصبح وبالليل فوتوغرافر هنا هو في الكافيتيريا دي، فطبعا بيظبطنا صور طبعا، فانا مفتقده بجد. ربنا ربي يشفيه يا رب ويخليه لنا، وان شاء الله المره الجايه هنيجي كده ونبقى قاعدين كلنا مع بعض. ناقصني شخصيه مهمه جدا جدا جدا، ان شاء الله اوعدكم ان انا هعمل لكم فيديو بالشخصيه دي. الراجل ده يعني احنا كلنا بنعشقه اصلا، يعني مش هينفع اتكلم اقول اسمه ايه، بس ان شاء الله باذن الله يعني لما ينزل هعمل فيديو بيه وهطلعه لكم ان شاء الله. بس يا رب ينزل اسكندريه، يا رب يا رب. بس يا ريت بقى كده تحاولوا كده في يوم كده تضربوا كده وترفهوا على نفسكم. كفايه انا حابسه بجد والله يا جماعه، الواحد خلاص زهق بجد اقسم بالله. يعني فعلا بجد احنا قعدتنا في البيت دي كانت عامله لنا كآبه ونفسيه زي الزفت، اللي هو الواحد بقى يعني كورونا وخايف وكمان الكآبه، يعني احاسيس كتير كانت كلها وحشه كلها وحشه. انا نازله قاعده النهارده من كتر الاحباط اللي انا كنت فيه وكتر المشكلات اللي انا كنت شايفاها والحاجات السلبيه اللي بتيجي في حياتي كده مره واحده، لا قررت بقى انا مش هسيب نفسي اكتر من كده. يعني انا كان بيجي عليا ايام والله محدش نفسيا، انا ماما كانت تقولي ما ترضعيش بنتك لان انت عياطك والحاجات دي هتنزل، يعني حاجه مش كويسه ليها في اللبن الرضاعه، فابعدي ما ترضعهوش. والله انا كنت بيجي عدي عليا ايام اقعد اعيط اكتئاب ما بعد الولاده. الحمد لله بعد عدى وفات الحمد لله، وان شاء الله باذن ربنا يسهلي اللي جاي بعد كده يا رب. اللهم امين يا رب. عايز اقول لكم محبيني جدا جدا، ان شاء الله الفيديو الجاي كده انزل لكم حاجه مفيده تنفعكم وتنفع. احنا قبل ما نمشي غيرت مكاني، قعدنا نور شويه. طبعا بصي محروق جدا جدا طبعا، هو اصلا يوتيوبر اصلا محروق. ليه علي وانت يوتيوبر زي غيرنا كده، ما كده كده الدنيا بتفضى يعني، الناس تمشي واحده واحده، فاحنا خلاص يعني كافي قرب يفضى علينا. رجعت يوم من ايام زمان وخرجت اخيرا اخيرا، والله كنت مفتقده قوي ان انا انزل، مفتقده الشعور ده. يعني يا جماعه مش قادره اقول لكم، حد يبقى معاه بيبي حاجه ولما تبقي لوحدك دي حاجه تانية خالص يعني بجد. بس طبعا الحمد لله الدنيا بتظلم واحده واحده، شايفين الاضاءه بتقل بتقل بتقل. يلا عامة انا هقول لكم يلا السلام عليكم، ده جوزي اللي بينورني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ان شاء الله هنتقابل في فيديو تاني باذن الله ان شاء الله. يلا مع السلامه.